عم حسن لك هو عنوان العمل الغنائي الأول اللي عم بتطل فيه الفنانة الموهوبة ياسمينة على الجمهور اللبناني، وهالأغنية اللي حملت توقيع شركة البريدج برودكشن كنتوا سمعتوها وشفتوا كليبها الخاص عبر أغاني أغاني. عم حسن لك إشياء كتير، يمكن حب ويمكن غيري. على هي مش العمل الجديد، جوانا التقت ياسمينة بدردشة عفوية كشفت خلالها عن شخصيتها، فنها وأحلامها الكتيرة. هلا أنا بغني four languages، عربي، فرنسي، إسبانيول وإنجليش، وأربعتهم بحكيهم. هيدا الغنية أول غنية إلي، عم بحس لك اسمها، ومن إخراج لما شبيب وألحان سليم سلامة بإنتاج The Bridge. شو بتلفك لما بشوفك انت ومارك حتي مرقك. Feedback very positive، والغنية كتير حبوها وأنا كنت حاسة فيها، سو مش هيك وصلتها بطريقة أنا وصل إحساسي للعالم. وبحب كمان بعدين بالفيتشور كمان وصل أكتر أغاني، إنه أنا شغلتي يعني بالنهاية إنه وصل إحساسي وفرح العالم أو وصل لهم إحساس معين. So that's my job and that's what I want to do. ياسمينة اللي بتتميز بهوية وستايل خاص أكدت محبتها الكبيرة للفنانة هبة طواجي، كما تمنت إنها تقدم أعمال استعراضية بالمستقبل. بحب الفيوتشر أعمل هيك غنية فيها ميكس، إنه عربي أجنبي، يمكن عربي وسبانيش، عربي وإنجليش، حسب. بحب الاستعراض أكيد لأنه أنا برقص أصلاً، so ضمن الغناء أكيد بفوت دايماً رقص وperformance و that's it. صعب علي أقدر أخبي إلك إنك سارق قلبي. كتير بحبها لهيبة طواجي، يعني بلاقي إنه أعمالها كتير حلوة وكتير كلاسية، so شبه حالي إلها شوي كمان. بحبها كثير. هلا النكست ستيب تبعي مبدئيا لازم تكون شيء رقص ومور بيرفورمانس وهيك، لانه فرجيت البارت الرومانتيك وهلا بحب افرج البارت الرقص والبيرفورمانس بنهاية اللقاء ياسمينة أكدت تواجدها بشكل أسبوعي بملهى البيتش بلاك، ووعدت المشاهدين بأعمال جديدة ومختلفة على أمل النجاح والانتشار يكونوا حلفاء بالأيام المقبلة.